بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. بكرة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي ونادي الجونة، مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة صعبة. هنفضل نقول هذا الكلام لغاية مباراة أسوان إن شاء الله. بعد مباراة أسوان أو هيبان بكرة، كل حاجة هتبان بكرة إن شاء الله. لو إن شاء الله نادي الزمالك تعادل مع في الجانب الآخر في مباراته الأخرى، يبقى إذن سينتظر أو سننتظر لغاية آخر مباراة عشان نشوف من هو بطل الدوري العام هذا الموسم. لو نادي الزمالك كسب مباراته بكرة فيبقى احنا بنتكلم على أن النادي الأهلي لن يكون بطلا للدوري العام هذا الموسم، وبالتالي هنبتدي نفكر في اللي جاي. هل أنت لسه عندك أمل؟ أنا قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح وبقوله خلال منذ أن دخلت النادي الأهلي أو منذ أن كنت لاعبا في النادي الأهلي بعد كده متواجد مع حضراتكم على الهواء، أنا دايما عندي أمل، دايما بتكلم إن أنا عمري ما بفقد الأمل ولا ببص ورايا، بمعنى إن كل اللي حصل قبل كده أنا ما ببصش ورايا. حتى البطولات اللي أنا خدتها، يعني حتى البطولات اللي أنا خدتها ما ببصش عليها، دايما ببص على القادم. حصلت أمور كانت خارج نطاق النادي الأهلي، بمعنى زي ما حضراتكم عارفين وزي ما الناس كلها اتكلمت إن هذا الموسم كان موسم صعب جدا جدا من حيث ضغط المباريات، من حيث أمور أخرى كثيرة جدا حصلت خلال هذا الموسم، وبالتالي دايما كان نفسنا أن احنا نكرم هؤلاء اللاعبين دايما. الحقيقة ما لحقناش نكرم اللاعبين، يا دوبك لاعب أو اتنين بس اللي طلعوا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، عشان كانت البطولة بتخلص بيخش في بطولة تانية، البطولة التانية بتخلص نكسبها الحمد لله ونخش في بطولة تالتة. كانت دايما الخمس بطولات وبرونزيه كاس العالم للانديه كنا دايما بنشتغل بهذا الشكل، وبالتالي اللعيبه ما فرحتش او حضراتكم حتى ما فرحتوش مع اللعيبه بالخمس بطولات اللي فاتوا مع لاعبي كره القدم، طبعا بالخمس بطولات اللي فاتوا وببرونزيه كاس العالم. عشان كده ان شاء الله هنتكلم في الاخبار لما نيجي نتكلم عن اخبار النادي الاهلي ايه اللي حصل في احتفاليه النادي الاهلي اللي هيعملها ان شاء الله بعد نهايه هذا الموسم لكل الالعاب الرياضيه وابطال الرياضيين اللي موجودين في النادي الاهلي. وكان معانا دكتور سعد شلبي قائم باعمال المدير التنفيذي امبارح واتكلم في هذا الامر، لانه امر مهم جدا جدا جدا. يعني يا اسلام لو لا قدر الله خسرنا الدوري، انتوا النادي الاهلي هيحتفل باللاعبين؟ ايوه هيحتفل باللاعبين، لان هؤلاء اللاعبين تعبوا جدا 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 لغايه لما وصلوا للبطوله التاسعه والبطوله العاشره وسوبر افريقي وبرونزيه كاس العالم وكاس مصر السابق والدوري السابق، وبالتالي نقدر نتكلم على لاعبين لعبوا حوالي 70 من 70 ل 75 مباراه في الموسم، وبالتالي يستحقوا الاشاده، يستحقوا الاحترام، يستحقوا ان احنا نكرمهم.